يشرفني في البداية أن أرحب بكم جميعا في الجزائر التي تحتضن اليوم مؤتمر المنظمة الإفريقية للتأمينات، والذي سيتناول أحد أعتى الموضوعات، وهو موضوع بالغ الأهمية تحت عنوان مساهمة صناعة التأمينات في الأمن الغذائي في إفريقيا، ويعقد بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة 49 للمنظمة، التي تعتبر تقليداً دابت عليه المنظمة لدراسة مختلف الإشكاليات التي تتفاعل معها مؤسسات وشركات قطاع التأمين باعتباره قطاعاً حيوياً يتأثر بمختلف المتغيرات على جميع المستويات وطنياً إقليمياً ودولياً.